ببيانات متتالية رسمت المقاومة الإسلامية في لبنان تفاصيل المرحلة الأولى من الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى اغتيال الشهيد فؤاد شكر وعدد من المدنيين. هجوم جوي بسرب كبير من المسيرات نحو العمق الصهيوني وباتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي، تقول المقاومة في بيانها الأول، مشيرة إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع استهداف مجاهديها لعدد من مواقع الاحتلال وثكناته ومنصات القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ، مشددة على أنها في أعلى جاهزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد لأي تجاوز أو اعتداء، وأنه في حال أي مس بالمدنيين فإن العقاب سيكون شديداً وقاسياً جداً. خريطة الاستهدافات أعلنتها المقاومة في البيان الرقم 2، 320 صاروخ كاتيوشا أطلقت، فيما تم استهداف 11 قاعدة وثكنة إسرائيلية، قواعد ميرون وجعتون والسهل، مربض نافازيف ومرابض زعورة. وفي الجولان السوري المحتل شملت خريطة الاستهدافات ثكنتي كيلع ويؤاف، إضافة إلى قاعدتي نفح ويردن، كما استهدفت قاعدة عين زيتيم وثكنة راموت نفتالي. وفيما حاول الجيش الإسرائيلي إيهام مستوطنيه بأن العدوان على جنوب لبنان جاء ضربة استباقية لدرء هجوم حزب الله، تحسم المقاومة الأمر في ثالث بياناتها وتؤكد أن عمليتها تمت وأنجزت وأن جميع المسيرات الهجومية أطلقت في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة. أما ادعاءات الاحتلال بشأن العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم المقاومة فهي ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان.